احمد يمكن مباراه صعبه على فكره مباراه مهمه جدا والنهارده اكيد الحلقه فيها تفاصيل وكواليس ولقاءات يعني برضو خد بالك من حسن حظنا ان قرعه المونديال حطتنا في خلينا نقول تطور تدريجي لمستويات الفرق اللي بنقابلها يعني صحيح. انت ابتديت سيتي كلهم ابطال كلهم فرق محترمه جدا لكن خلينا نقول انه مواجهه اوكلاند غير مواجهه سياتل وان شاء الله لو ربنا اكرمنا بكره وقدرنا نتجاوز سياتلز هنروح لمواجهة الريال وهنا نقدر نقول انه سنة بسنة او التطور الخاص بمستوى الفرق اللي بتواجهها على مدار طبعا مشوارك في البطولة وده كله شيء ممكن الى حد ما يخدمنا، اللي ما يخدمناش واللي من الظلم البين يعني دي حق حقيقه متفق عليها دايما هو نظام البطوله، يعني ما ينفعش نادي بطل قاره او ممثل لقاره يشارك في البطوله من اولها فيخد مواجهه ثم يخوض الثانيه لغايه لما يوصل للدور قبل النهائي فيجي الفريق وخصوصا بيكون فريق كبير جدا اما بطل امريكا الجنوبيه واما بطل اوروبا بيجي جاهز ومرتاح ومحضر نفسه بشكل كبير جدا وفريق ثاني منهك في بدا مشوار بطوله في مباراتين في اقل من اسبوع وبالتالي بيبقى في فكره عدم تكافؤ الفرص لحد كبير. ده ابرز النقاط اللي ممكن تكون في عدم تكافؤ الفرص، نفترض مثلا لو فريق عنده لاعب تعرض مثلا للطرد مم. خد كارت احمر مباشر آه ممكن ما يلعبش في مباراة من... الدور النصف هيب. النهائي، هيب. في المقابل بطل اوروبا او بطل كوبا ليبرتادوريس امريكا الجنوبيه بيجي للقائمه السكواد بتاعه الكامل ال 23 لاعب في مباراه نصف النهائي حتى تسجيل القائمه يمكن برضه الامر مرتبط بتوقيت مباراتك، مم. يعني انت مثلا ريال مدريد هيلعب المباراه يوم 8 فبراير طب 8 فبراير يسجل القايمه امتى 6 فبراير الاهلي عشان يسجل قايمته سجلها 30 يناير مظبوط فالامور اكيد طبعا ما فيهاش تكافؤ فرص في امور م. عديده جدا نتمنى يعني. بقى م. انه مع النظام الجديد واعتقد ان الفيفا مدي اهتمام اكبر للبطوله انها تظهر بشكلها الجديد كان مخطط على فكره وكان في اخبار بتقول انه بيحاول يعمل النظام الجديد في السنه دي لكن يبدو انها هتكون خطه مؤجله يمكن للسنوات القادمه لكن اعتقد في حاله وزياده عدد الانديه ل 24 نادي قصه هتبقى غير ونظام البطوله هيبقى مختلف صحيح تمام هو تقرر خلاص رسميا يمكن مجلس الفيفا على هامش كأس العالم في الدوحه خد قرار رسمي ان الموندياليتو بقى بالشكل الاكبر 24 نادي هيكون في نسخه عام 2025 وساعتها هتبقى خناقه كبيره مين اللي يتاهل من دور السوبر ولا من دوري ابطال افريقيا صحيح أه. لا كل الاحوال بس خليني اقول لك انه يعني انا حابب ابتدي النهارده معاكم برساله وبحقيقه الرساله خليني اعجل الرساله خليني اتكلم بالحقيقه الحقيقة انه مكاسب الاهلي من قبل مواجهه سياتل ساوندرز كبيره جدا يعني احنا فاضل على المباراه اقل من 24 ساعه والفرقتين لسه ما ارض الملعب ورغم كده المكاسب اللي حققها الاهلي من مواجهه سياتل ساوندرز كبيره يكفي ان انا اقول لحضرتك انه وانتم عارفين انه اسم الاهلي في السنوات الاخيره ومع مشاركاته المختلفه وانجازاته المتعدده في بطوله كاس العالم للانديه قدر يقابل كل ابطال القارات تقريبا، وقدر يحقق فوز على كل ابطال القارات زي ما اتكلمنا امبارح انا ومحمد باستثناء قاره اوروبا. ردود الافعال على ده شهره اسم الاهلي في القارات دي البراندنج الخاص باسم النادي الاهلي، ليبل النادي الاهلي في الاماكن دي بيرتفع بشكل كبير جدا، وانت النهارده كل وسائل الاعلام في امريكا الشماليه، وكل وسائل الاعلام في الولايات المتحده الامريكيه بتتكلم على الاهلي المصري من قبل بدايه المواجهه، اول مواجهه رسميه. بتجمع بين فريق من مصر وفريق من الولايات المتحده الامريكيه هي مباراه الغد ان شاء الله اللي هتجمع بين فرقتين فهنا احنا بنتكلم بعيدا عن الكوره شويه انه مكاسب الاهلي من المشاركه في البطوله وده شيء يمكن مرتبط بالرساله اللي هتكلم فيها شويه يعني كبيره جدا. على فكره جزء من تعظيم العلامه التجاريه ان اسمك بينتشر في كل مكان في العالم، لما تتحدث النهارده الصحف الامريكيه على اسم النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي، وعلى فكره وكمان اتكلموا على شعبيه الاهلي وجماهير الاهلي، ده بيساهم بشكل كبير في تعظيم من قيمه ومكانه العلامه التجاريه. وده بيبقى ليه بقى ابعاد تسويقيه في المستقبل اكيد صحيح. بشكل كبير، دي الحقائق ولكن الرساله الرساله بقى الحقيقه انا حابب اتكلم في يعني طبعا الناس اللي بتحاول تسطح او تسفه او تقلل ايا كان المصطلح يعني من قيمه البطوله ومن مشاركه الاهلي في البطوله انا الحقيقه مش معني تماما بالرد على الناس دي انه يعني عقلياتهم بتدل على اختلال واضح وصريح لكن انا اللي يهمني اكتر الرساله للناس اللي ممكن الاشخاص دي والعقليات دي تكون بتاثر فيهم عمر ابدا عمر ابدا ما كانت مشاركه اي نادي مصري مش بتكلم على الاهلي بس بتكلم على اي نادي مصري حتى بما فيهم الانديه المنافسه للنادي الاهلي خارج حدود مصر مكان التعامل معها يتم بفكره الحقد والغل الناس اللي بتحاول تقلل من انجازات الاهلي اللي اتحققت على المستوى العالمي لو لو كان الامر بايدي طبعا انا الناس دي كنت منعتها من الظهور على اي شاشه او من الحديث في اي ميكروفون، لكن في الاول والاخر اللي يهمني هي القاعده الجماهيريه اللي ممكن تكون بتتاثر بده، لان احنا طول عمرنا اتعودنا على انه اي فريق بيلعب في اي بطوله بره مصر هو مش بيمثل نفسه ومش بيمثل جماهيره، هو بيمثل عالم مصر وبيمثل جموع المصريين. والدليل على كده عشان نفهم الفارق بين انه الرياضه ممكن يكون فيها غيره غيره صحيه وممكن يكون فيها منافسه حقيقيه وبين فكره مشاعر الحقد والغل جماهير مصر بشكل تلقائي بدون ما حد يدفعها وسائل الاعلام في مصر بشكل تلقائي من غير ما حد يديها تعليمه اتحركت وسندت وفرحت من قلبها بجد لمنتخب المغرب الشقيق وهو بيشارك في بطولة كاس العالم للمنتخبات وكان حقيقي ده ناتج نتيجة يعني حب حقيقي واهتمام حقيقي ورغبة حقيقية في أنه منتخب المغرب يكمل لغاية النهاية لو كانت هنا اللي بتحركنا دوافع الحقد والغيرة كان أبدا ما كنتش هتشوف المشهد ده في الشارع المصري فأرجوكم علموا اللي جاي علموا اللي بعدكم أنه أي فريق بيحقق إنجاز خارج حدود مصر هو بيحقق الانجاز ده للرياضه المصريه والمصر كلها مش بس للجمهور دي رساله مهمه جدا لان الحقيقه الناس دي يعني اصبحت صوتها عالي جدا واصبح منتشر جدا الكلام او المنهج ده والطريقه دي والعقليه دي في التفكير وانا متاكد للاسف شديد ان هم ليهم حجم تاثير على الاجيال اللي جايه وعلى طريقه تفكيرهم